أنا أعتقد بالفعل أن هناك خطأ خطر قائم، وما يريد بايدن القيام به هو أن يحافظ على الوضع الأمني في العراق بأن لا يكون خطرة جداً. يحاولون تهدئة الأمور ومنع الأمور من الخروج عن السيطرة، هذا ما يريدون تحقيقه، لأنه التركيز في سياستهم الخارجية في الشرق الأوسط هو الاتفاق النووي والعودة أو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات حول هذا الاتفاق. هم يريدون القيام بذلك بالفعل، وبالتالي أرى أن إدارة بايدن سوف تخفض إلى الحد الأدنى أي استجابة تقوم بها، وسوف أشعر بالصدمة إذا ما حاولت هذه الإدارة تصعيد الوضع أو كان هناك استجابة لأي هجمات إيرانية في مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع. ما قام به الرئيس ترامب بالهجمات ضد قاسم سليماني بإضافة إلى أبو مهدي المهندس، هذا شيء قد يكون غير محتمل من إدارة بايدن. أنت محق، هناك تحدي فعلي هنا، لأن السياسة أو إسرائيل كانت تقول بصراحة أنا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا شيء يعتبر مصدر قلق كبير بالنسبة لهم. وفي بعض الأحوال أعتقد أن بعض العمليات التي تحدث أو تحدث باستخدام طائرات مسيرة في العراق وفي سوريا والتي تجريها إيران ووكلائها في المنطقة، أعتقد أن هذه إعدادات أو ترتيبات أو تدريبات للقيام أو باستخدام مثل هذه الإجراءات ضد إسرائيل وتوسيع قدراتهم، بحيث عندما تصل إيران إلى مرحلة تكون قادرة على امتلاك سلاح نووي فسوف يتحدوا الإسرائيليين عبر وكلائهم في لبنان وفي سوريا والمواقع الأخرى.